وأبلغ إمام وخطيب مسجد الرحمة بمربع 30 بحي الشقلة شمال بالحاج يوسف الشيخ أبو سفيان مجدي يوسف، أبلغ التيار أن 6 من الشباب المتطرفين التابعين لجماعة مزمي الفقيري يترددون بصفة دائمة على مسجد الرحمة ويثورون الشغب والفوضى. خذ بالك عشان تعرف أنه وسائل الإعلام على وجه العموم إلا من رحم الله، وسائل الإعلام ما بتتناول حدث إلا إذا كان الحدث ده بمس السلفيين. حدث زي ده المجتمع ده الفلقوه نمس ولا يا مات دي شوية؟ أسألك بالله، اللي اتفلقوا في المجتمع ده شوية؟ الطقوا بطوبة والطاقين عكاز والضبحوا والتلبوا له في البيت يا أخي. قبل أيام واحد من إخواننا إمام مسجد وحامل قرآن، زول من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى، قبل فترة في أبو عشر ده تلبوا عليه مجموعة من الشفتة من عباد القبور، تلبوا عليه جوا البيت وضربوهم بالحجار، ضربوا مرته وهي حامل لحد ما أجهضت جنينة قدامه. وين الإعلام يتناول قضية زي دي؟ لأنه دي قضية بتخدم السلفيين، ما بيتناول الإعلام. ولذلك سيبك من الجريدة اللي اتكلمت دي، أعرف تماماً دي معلومة خدتها في بالك، هذا الإعلام الموجود في الساحة، وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي إلا من رحم ربك، وسائل خسيسة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتخدم أغراض بتاعت كتاب وأغراض بتاعت جماعات هي كلها عدو وأعداء للدعوة السلفية الحقة، كلهم وحاقدين وحاسدين، وداري يلبسوا في الناس جرائم والناس بريئة منا. بالله ليلة تلقاهم يكتبوا جريدة الدار تكتب وجريدة وين تكتب، يقول لك المتهم قتل الفتاة وقبض عليه، يوم من الأيام ما جابوا اسم زول. اتحداك تابع الجريدة دي، ما بيجوا لك اسم زول رغم انه اسمه مكتوب عند الشرطة ومدان في الجريمة وأقيم عليه الحد، ثابت الكلام ده عليه كله، ما بيجيبوا اسمه. يقول لك مسلح يضرب شرطي، نظامي يعتدي عليه 6 مسلحين كذا، كلها بالتعميم، ما بيجيبوا اسم زول في اي مساله الا اسمانا نحن بس. شفت الظلم بتاع الاعلام ده والحقد، حاقدين ومجارمه واعداء كلهم الا من رحم الله، ما يتكلموا عن زول باسمه الا نحن، ويا ريت لو بيتكلموا عننا بالحق، نحن ما عندنا مشكله، أكان طقينا لنا زول جيبوه ما أنا خايفين بعد ذاك، بعد ما تب نحن نضربه ما أنا خايفين بعد ذاك من أي حاجة، لكن نحن ما اعتدينا على زول يا أخي، نحن ما ضربنا زول يا أخي. مزمي الفقيري نايم في بيتهم، والولد ده لا تابع له، لا بعرفه، لا اسمه منو، لا ولده، لا جناه، لا عنده معه شغلة. يا أخوان الناس ما بتخاف الله، وحتى إمام المسجد اسمه سفيان ولا منو ما عارف، ده زول مجرم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكذاب وحاقد، كذاب حاقد. ده طلع طوالي قال لهم ده تابعين لمزمل، انت ما بتخاف الله؟ ما بتخاف الله؟ زول بريء يا اخي ما عنده علاقة معه، الشاب ده تابع لمنو ما معروف، انا قالوا له اسمه ذاته انا ما بعرفه، ولا من اخواننا المعروفين اللي بنعرفهم، ولا بيحضر في حلقات ولا اي شيء. يا اخواننا معقول يبقى مزمل فقيري مسؤول من اي زول قاعد في جامع عمل شكل يبقى مسؤول انه مزمل؟ هل انت ولا انت كفيل بتاع السودانيين؟ مزمل ده الكفيل بتاع الشعب السوداني؟ كفيل بتاع اصحاب الدقون؟ اي دقن مسؤول منها مزمل؟ ناس ما بتخاف الله؟ ما بتخاف الله؟ والله ديل ناس عجيبين جدا جدا يا اخي. الزول اللي بتثبت عليه جريمه اللي بيطبح عديل بيطبح له زول وبكتله وبكتله في الناس بالمئات، بيبيدوا في الناس بالمئات، ما في زول قاعد يزعلوا ولا في جريده بتكتب عنهم، ما في جريده بتكتب عنهم. اهم شيء انت شوف الان اللي بيحصل يا اخي، مقاتل قبليه قبيله تقرض نص قبيله ثانيه، ما في زول بيتكلم عنهم، لكن لما نيجي خبر هم بيظنوا انه ممكن يسوي صوره السلفيه طوال يتلقفوا يجروا به، وانا اقول لهم ابشروا والله كلكم ما بتسوي صوره الدعوه السلفيه ابدا، وكل ما تطرق على الدعوة السلفية بتزداد قوة زيادة. أتكلم في الإعلام، تجريدتك دي بيقروها كم؟ هو اللي بيعرف يقروا كم ذاته؟ بيقروها كم جريدتك دي أنت؟ ها؟ لكن بفضل الله سبحانه وتعالى دي إحنا شغلنا ده في مقاطع في اليوتيوب، لو أعمى بيسمعها، فهمت؟ لو في الواغ الواغ بتلاقيه،
بيرسلوا له ما وصلته تجيب البلوتوث، ما وصلته تجيب في كوريا الجنوبية. جريدتك دي مش كوريا؟ جريدتك بتقطع البحر ده؟ نحن المقطع انتهينا بجاي طوالي، واحد بيكون خالف كراعه في أمريكا الشمالية بيحضر المقطع من أوله لآخره وبنرجمك، عشان كده اعمل حسابك. بلاش كذب، بلاش كلام فارغ، بلاش تلاعب. ناس يتلاعبوا بالأخبار ويكذبون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة. ده لما خلاص يقترب قيام الساعة قال: سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. قال: وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الليلة يجي واحد قال له 3 سنة كورس بتاع إعلام، 3 سنة ولا 2.5 سنين ولا ما قرى ذاته، شغال من الفيسبوك طوالي بقى كاتب صحفي. واحد يكون قال له كورس بتاع سنة، يطلع يعمل لك في الكاتب الصحفي الأول، وجه الناس يتابعوا يقول لك العمود بتاع فلان طلع ولا ما طلع، عمود مقطع في راسك، عمود بتاع شنو ده؟ إنسان ليس له أصلا مؤهل شرعي يتكلم في أمر المسلمين وفي أمر الدين. لكن الحمد لله على كل حال